بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اخواني واخواتي الحضور، شكرا من القلب على هذا الحضور. ما قصرتم، انا لما اشوف الويوه الطيبه تزيد المسؤوليه علي ويزيد الثقل علي. اقولها بكل فخر، مشكورين ما قصرتم. اليوم الكثير منكم تعنى وحضر وهد التزاماته وهد عنده مسؤوليات، وانا اقدر هالشيء. ما قصرتوا وجيتوا عشان تسمعون فواز وفكرة فواز، واقول لكم ان شاء الله اكون قد المسؤولية وعند حسن ظنكم. فواز شاب عنده حلم، وحلمي حلم اي شاب كويتي، يحلم ان تكون ديرته افضل ديره ويشوفها بافضل حال. فلوس وعندنا، طاقات شبابيه وعندنا، الحمد لله. لكني انصدمت في واقع مرير، صدمت في واقع فاسد، وكلنا قاعدين نشوف الفساد. نشوفه حوالينا الصبح الليل، نقرا بهالجرايد فساد 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 فساد. الى متى؟ ليمتى احنا على هالوضع هذا؟ ما حد يبي يغير، قاعد نحاول نغير بس احنا قادرين. بس انا واثق ان شباب الكويت وشيابها وصغارها وكبارها يقدرون يغيرون، وما راح نسكت، راح نثابر ونجاهد حتى نقوم في هذا التغيير. مشاكل هذه قمنا نسمعها وكلنا نعرفها، صغيرنا وكبيرنا يعرفوا مشاكل من 30 سنه. مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، مشاكل في الإسكان، مشاكل في الوظائف، مشاكل في الطرق، ومشاكل كل، يعني نعرف نسمع المشاكل وما تخلص. الحين دش مشاكل جديدة عندنا، النقاشات والحوارات والرأي والرأي الآخر، ما حد قام يتقبل الرأي والرأي الآخر. صار التجريح لغة السائدة اللي موجودة الآن. صاروا أعضاء مجلس الأمة اللي هم قدوتنا، البعض منهم قام يجرحون البعض. صار ما حد قام يتقبل الرأي والرأي الآخر. اليوم أنا بقول رأي، يا أنت معاي يا أنت ضدي. ما صار عندنا سعة صدر، وهذا الشيء مو صحي. واللي قاعدين نشوفه في الوضع في الكويت مو صحي، مو بس على مستوى مجلس الأمة، حتى في الشارع صار الوضع مو صحي. وضع الديرة من سيء إلى أسوأ. إحنا في 2019 والكويت والحكومة تقول لنا عجز في الميزانيات، عجز في الميزانيات، وهي منحها برا قاعد توزعها يمين يسار. أنا مو ضد المنح، بالعكس هذه المنح يعني قد تكون حفظتنا في أيام الغزو، هذه سياسة خارجية ما تدخل فيها. بس الأولى أن تكون المنح قبل لا تعطينها برا، تعطينها حق الأقربون أولى بالمعروف. أول شيء شوفي ديرتك صحي فيها، شوفي وزاراتك السيئة، عقب إذا ما خلصتي وخليتي الكويتي مرتاح روحي وزعي برا، ما راح نقول شيء ولا الكويتيين يقولون شيء أصلا. كنت يوم من الأيام أقعد مثلكم أسمع بهالمرشحين ووعودهم الانتخابية، كنت فرحان أقول إن شاء الله يقدر هالمرشح أو هالنائب هذا يقدر يسوي شيء. بس يديش مجلس الأمة ما يقدر لعدة أسباب. طبعا أنا اليوم النائب يدش شخص واحد عنده برنامج مو قادر يطبقه، لأن العمل الفردي هو السائد في الكويت، ما عندنا عمل جماعي، كل واحد قاعد يشتغل بروحه، وهذا الموضوع غير صحي مو زين اللي قاعد يصير. لذلك شوفوا الناس الحين، صار عندنا أزمة ثقة، صار عندنا أزمة ثقة بين الناخب والمرشح، صار عندنا أزمة ثقة بين المواطن والنائب، صار عندنا أزمة ثقة بين النائب نفسه والنائب، صار عندنا أزمة ثقة بين النائب والحكومة، صار عندنا أزمة ثقة بين المواطن والحكومة. ما حد قام يثق بالثاني، صارت نظرية المؤامرة هي السائدة موجودة. الكويت من متى وصلت كذي؟ الكويتيين من متى وصلوا كذا؟ هذا الكويت، هذا شعب الكويت
اللي كان أول يحتذى فيه في مصداقيته، والأجداد والآباء علمونا القيم والأخلاق. هذا الوضع مو طبيعي، مو طبيعي اللي قاعد يصير في الوضع. كنا نسمع فساد من نوع جديد، شوفوه ولاحظوه راح تلاحظونه في الآونة الأخيرة على القليلة قاعد نشوفها. هو الفساد دخل في القطاع الخاص، واللي معور قلب الحين الفساد دخل في القيم والأخلاق. صار الوضع مصحي في الكويت. لذلك أنا متبني قضيتين إذا الله وفق دخلت مجلس الأمه، وأتوقع أن واحدة الأولى هي مدخل رئيسي لإصلاح الفساد، وهي قضية التعليم. تعليم عندنا ونظام التعليم وتطوير التعليم، تعليمنا سيء، وضع التعليم في الكويت سيء، مخرجات أغلبها سيئة. ما راح نقبل في هذا الوضع. إذا طورنا التعليم وزرعنا جيل جديد، أنا واثق أن هذه الأمور راح ينقضي عليها إن شاء الله شوي شوي. بعطيكم معلومة يمكن ما تدرون عنها في التعليم. تدرون كم ميزانية دولة الكويت حق وزارة التربية والتعليم؟ تدرون كم طالب موجود في الكويت؟ تدرون كم سعر تكلفة الطالب على الدولة في التعليم العام؟ ميزانية دولة الكويت تكلفها أكثر من 2 مليار دينار كويتي سنوياً. 2 مليار دينار كويتي، مو دولار. عدد الطلبة بالكويت تقريباً 363 ألف طالب في القطاع العام. حسبة بسيطة لو نحسبها، يطلع تكلفة الطالب 5200. أحلفكم بالله مستوى اللي قاعد نشوفه الحين في الطلبة يسوى 5200 مخرجاتها. الدول المتقدمة عنا علمياً ما وصلت 5200. القطاع الخاص اللي مخرجاته قد تكون أفضل من مخرجات القطاع العام ما وصلت 5200. هذا مو فساد، هذا مو استنزاف. أنا مع أنا زيد على التعليم، ما عندي مشكلة، زيد بالتعليم بالفلوس، بس عطني ناس تطلع زينة، مو المستوى اللي قاعد يطلع فيه. أرد أنواع المدرسين قاعد يبونهم لنا، أرد المباني موجودة عندنا ويسوونها، يسمونها وزارة التربية والتعليم. إحنا عندنا ترى تعليم، ما عندنا وزارة التربية. الأولين كنا نسمع إنه يسمونهم وزارة التربية والتعليم ويعلمونهم ويربونهم. الدول المتقدمة تربي قبل بعدين تعلم. إحنا اليوم عندنا تعليم وحشو وأرد أنواع المدرسين يبونهم. هذا مو حرام على الكويت؟ تبون تقضون على الفساد؟ شوفوا عيالنا، خليتوا الناس تهاجر حق القطاع الخاص، وعندنا وزارة مثل وزارة التربية والتعليم، عندنا مباني، عندنا فلوس، عندنا خير، عندنا عقول. شو اللي يمنع؟ شو اللي يمنع ان اليوم نصرف على هذا الجيل؟ انا بعطيكم امثله بدت بالتعليم ونجحت. سنغافوره بدت بالتعليم، دوله فاسده بدت بالتعليم. اليابان انضربت بقنبله هيروشيما وراحت وبدت بالتعليم، وشوف اليابان وين. السويد، فنلندا، النرويج، دول هذه كلها دول حروب أهلية كانت عندها 60 لغة و60 مذهب، بدأوا بالتعليم. شوفوا دولهم الحين، وإحنا عندنا الفلوس وعندنا القدرة، ما يبون. صعب عليهم إنه يبون نظام تعليمي يطبقونه عندنا، لا مو صعب، بس هم ما يبون. إذا الله وفق دخلت مجلس الأمة، راح تكون أهم أولويات من أولوياتي التعليم. راح استخدم جميع أدواتي الدستورية والتشريعية لموضوع التعليم واستقطاب نظام تعليمي جديد، لأني ما أقبل في هذا الوضع التعليمي اللي قاعد يصير في الكويت. اليوم مخرجات التعليم العام سيئة، لا قيم، لا أخلاق. تعالوا شوفوهم، يعني البعض بكرة لا يقولون فواز قاعد يتكلم عن الكل، أغلبهم تعالوا شوفوا في المجمعات، طالب عمره 7 سنين 8 سنين سكينته معاه. تعالوا شوفوا المحاكم، قضايا الأحداث،
شنو الوضع اللي فيها اليوم؟ دور التربية والتعليم قبل البيت، الأولين كان نسمع منهم عمامي وأبوي يقولون أول وزارة التربية والتعليم كانت تدرسنا وتوكلنا وهدوم معاها، يعطونا هدوم وما صارت 5200، كانوا في مربيين. اليوم الكويتيين في مدرسين قمة في الرقي وخايفين على ديرتهم، بس ما يعطونهم مجال. الوضع سيء داخل وزارة التربية، الشلالية موجودة، هذا لازم ينسف كله. الوضع هذا التعليمي ينسف، يجب علينا استقطاب نظام تعليمي جديد بالتعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية، أولهم مؤسسة التقدم العلمي. هذا الموضوع ما يطول، البرامج موجودة وكل شيء يعرفونه، راح أطلعها من الدرج إذا الله وفق، وراح أجاهد وثابر عشان يطلع هذا من الدرج، مو حقي، حق عيالي وعيالكم. يمكن الكلام اللي قاعد أقوله اليوم في كثير منكم ما راح يحس فيه، بس والله العظيم أنا واثق، ازرع لي جيل جديد ونضيف في قيم، في أخلاق، في عيب، في علم، في إبداع، في ثقافة، والله أن الكويت تعدل. الموضوع الثاني إذا الله وفق دخلت مجلس الأمة راح أتبناه إن شاء الله، هو تحسين بيئة المرفق القضائي. يمكن كثير ما يدري شنو أقصد تحسين بيئة المرفق القضائي. أنا محامي وابن القضاء الواقف، لا أقبل ولا أعتقد جمعية المحامين تقبل أن مواطن يقعد 6 سنين و7 سنين عشان يأخذ حكم، لأن الوضع الإداري في المحاكم سيء. لا تقولون فواز قاعد يتكلم عن قضاء خط أحمر، أنا أدري أن اليوم قضاء خط أحمر مزيح، أنا قاعد أتكلم عن الوضع الإداري داخل المرفق. في 2019 إلى الآن إحنا صادر وارد، إحنا إلى الآن كتابنا وكتابكم، والوضع المواطن يقعد 6 سنين 7 سنين، أي عدالة هذه؟ أي عدالة تبونها؟ كان في السابق عندنا محكمة واحدة، اليوم 6 محاكم و6 محاكم ثانية أحوال شخصية. لكم أن تتخيلوا كم كمية القضايا الموجودة في الكويت. إلى الآن صادر وارد، تعال خذ حكمك بعد 6 سنين، وتعال نفذه يبيلك سنة، وقبل لا ترفع القضية يبيلك 6 أشهر 7 أشهر عشان توصل عند القاضي. وهذه تحتاج تشريعات بسيطة، لأن قوانيننا من 60s و 70s لحين ما تعدلت، تحتاج بعض التشريعات البسيطة ندخل فيها نظام التكنولوجيا الأونلاين اللي يسبقونا دول الخليج فيها. تعالوا شوفوا دول الخليج 3 أشهر 4 أشهر، نص العدالة نص العدل في سرعة التقاضي، هذه قمة العدالة. قض النظر اليوم الحكم ضدي ولا معاي، بس لما أخذ الحكم بعد 3 شهور 2 شهر أعرف اليوم اللي لي واللي علي. مو معقول أقعد أنا أبي أخذ حقي بعد 6 سنين 7 سنين، هذه ما فيها عدالة. أي دولة تشوفونها في العالم متطورة، كل واحد يفكر منه أفضل دولة في العالم يحطها في باله، تستند على أمرين في وجهة نظري، وهذول الأمرين إذا كانوا موجودين قوة الدولة تزيد وتطورها يزيد وإصلاحها يزيد ويقل الفساد. أمرين: تعليم جيد ونظام تعليمي جيد وعدل. إذا هذول الاثنين موجودين الكويت بخير، وأنا ما أبي غير هذول الاثنين. تبون تصلحون فساد، تبون تصلحون، كلنا بنصلح الفساد، كلنا ضد السرقات والمال العام، الكلام اللي كل يوم نسمعه، كلنا، كل كويتي شريف نظيف ما يقبل من كل سنة. بس عطني نظام تعليمي جديد عشان ازرع جيل جديد حقي وحق عيالي وحق احفادي، وعطني عداله وانا اضمن لكم ان الكويت تمشي صح. قبل لا اختم، وايد ناس يسالوني فواز ليش لازم انتخابات؟ وتكميلي بعد
أنا نازل لأني مؤمن بأن الفلوس إذا راحت راح ترجع، والممتلكات إذا راحت هم راح ترجع، لكن إذا القيم راحت شي رجعها؟ أنا نازل لأني مؤمن بأن الأخلاق إذا ضاعت شي رجعها؟ أنا نازل لأني لا أملك إلا المحاولة والمحاولة والمحاولة. وكل ثقة فيكم إنكم راح تختارون الأفضل، راح تختارون الأصلح، راح تختارون الشخص اللي ما يأثر انتماء أهل الحزبي على قراره داخل مجلس الأمة. قبل ما أختم عندي طلب، إحنا في الأسبوع الأخير في الانتخابات والإشاعات راح تزيد وراح يطلع الحجي، هذه الكلام اللي قاعد أقول لكم الثقة، لا تسمعون عن أي إشاعة، لا تسمعون لهم. سمعتم عن إشاعة عن ولدكم فواز رفع التليفون عليه، فواز مدعوم من فلان، فواز مدعوم من فلان، أنا مدعوم، مدعوم من شخصين عسى الله يخليهم لي، فهد المخلد ومريم الفضالة. هذول اليوم أحطهم فوق راسي وحج فيهم سبع حجات ما طلع من إزاهم. مشكورين وما قصرتوا، كل ثقة فيكم في 16/3. عسى الله يقدرني وأكون عند حسن ظنكم وما خيب ظنكم فيني.